ثلاثة اثنين واحد. يا أهلا وسهلا. مرحبتين وسهلا حياكم الله. شو الأخبار اليوم؟ والله الحمد لله. الحمد لله الأخبار جميلة جدا ومستانسين بشوفتكم. أول شيء رايقين اليوم، أمور تمام؟ لا الحمد لله رايقين. تونا طمني أنت بس شوي، أنا حاسك مش الضحكة هيك يعني. لا هذه بين الضحكة تبعك. ضحكة النوم. ضحكة النوم. توني ناش. عطني شوية. أنا مثل شايف إحنا القطو البسة يسمونها أنتم؟ بس ايه قطة يعني. قطة هي. عم تدخل مكان أول شيء تقعد تشمشمش تستكشف المكان. أنا بعدني في مرحلة الاستكشاف، عطوني شوية بفتح. هذا شوف شو استكشفت هلا. والله ولا شيء يعني، الأمور طيبة وما شاء الله عليكم لابسين أخضر فأسود وأسود فأخضر. أي والله كيف جميل. انتبهت لها هي. والله ليش ما تبدلون التيشيرت مع هذا عشان يكون بس وقت. ها بلشها صح، بلشها صح كان. لا صدق يعني لو تبدلون التيشيرت معنا معناته نحن اليوم صح. يا اهلا وسهلا كان. مرحبتين. انا الشخص اللي بدا بالستاند اب كوميدي بالامارات واشتغلت فتره طويله فيه. نعم. وحاربت لانك انت تعمل هذا الهيومر الاماراتي اللي بدات انت تشتغل فيه شوي شوي، بس واجهك صعوبات بتخوف في هذا المجال صح؟ اكيد اكيد. اليوم الستاند اب كوميدي في الامارات فقير. شو السبب؟ هات لشوف. فقير من ناحيه الوعي، فقير من ناحيه تقبل المجتمع، فقير من ناحيه الجمهور بعده مش مستوعب انه في فن ستاند اب كوميدي. اللي قاعد يصير اليوم، انت حتى تطلع المسرح وتبدا مثلا القصه مالك او الستاند اب اللي بتقدمه، بعد الجمهور قاعد يطالعك ويتريا الكاست الثاني اللي بيطلع، او ما اعرف يترياك تسوي سحر، يترياك تتشقلب تطلع كور بعده مش فاهم هيك يعني. هنا عم يعملوا ميكس ما بين، لسه مو عارفين ميكس ما بين الستاند اب كوميدي والمسرحيه او التهريج او فاهم، لانه هو فن جديد على الدوله. زايد ان اليوم عندك انت بعد شح في الكوادر. اليوم انا عندي نادي الامارات الكوميديا فضلني الله سبحانه وتعالى، عندي 15 تقريبا عضو في النادي، من ال 15 أربعة مواطنين. أوكي أوكي. يعني أربعة مقابل 15 بعد الرقم قليل. هل نحن نفتقر مواهب؟ لا، في مواهب، في مواهب، ولكن الفن جديد عليهم. الجماعة اليوم قاعدين، لأن فن الستاند اب كوميدي عارف أنت يعتمد على ملكة من الله سبحانه وتعالى. إذا ما عندك ارتجال، إذا ما عندك سرعة بديهة، ما تقدر تكون ستاند اب كوميدي. وهي الأشياء. وفي أساسيات صح؟ في شو هن الأساسيات وقتها؟ إنه أنت لحتى تكون عندك هيومر أو ستاند اب كوميدي لازم يكون عندك أساسيات تحكي عليهم، اللي هن الجنس، السياسة. هو الأساسيات في الدولة هذه. شو كانوا هن؟ ما أنصحك تحكي فيهم. بس شو هن كانوا؟ الجنس والعنصرية والدين والسياسة. أربعة. أوكي. هذه الأساسيات الأربعة هي اللي أساساً أساس الكوميديا. طب ليش العالم تنبسط بهاي التفاصيل؟ يعني شو هو السبب البشري اللي هدول العالم بيحبوا هدول الأشياء؟ كل ممنوع مرغوب. كل ممنوع مرغوب. حاولت تعمل لك أشياء هون؟ والله شوف، إحنا نتحايل على الموضوع. يعني نتحايل على الموضوع من بعيد لبعيد، لأن فعلا هذه المواضيع اللي تضحك، فعلا يعني هذه المواضيع تضحك. ولكن هذا مو معناته أن ما عندنا مواضيع أخرى قاعدة تضحك. اليوم ممكن مواقف تصير لك أنت على المستوى الشخصي، ممكن مواقف تصير لك وفعلا تضحك، ولكن استل هذه الأربع أعمدة هي خلنا نقول أساس الكوميديا للأسف يعني. ولكن أنت اليوم عندك في دولة الإمارات قانون يحكمك تروم تلعب في السيف زون. في شيء اسمه سيف زون، اللي هو الرجل يقدر يتكلم عن الرجال أكثر، المرأة عن الحريم أكثر. أنا اليوم أروم أنتقد مثلا المواطنين أكثر، أنت ما تقدر تنتقد المواطنين، هذه مش سيف زون بالنسبة لك، سيف زون بالنسبة لي أنا. تمام. عرفت. فكل واحد عنده سيف زون يقدر يلعب فيها على راحته، ولكن بدون ما يجرح في الآخرين، بدون ما يدخل في العنصرية، بدون ما يدخل مثلا في الدين، في كذا. مثلا أنت ممكن تقول موقف طريف صار معاك في المسجد، ولكن ما تقدر مثلا، انا اليوم كمثلا مسلم في صلاه الجمعه ذكر الجمعه من كم جمعه ونزلته في الانستغرام، فانا قاعد كان سالم ولدي حذالي ويدعي الامام ربنا اهدينا في من هديت، اسمع واحد زي امين امين، طالع ادور اقول شو السالفه، منو قاعد ياكل حب في المسجد، هو قاعد يسوي امين قرب اظافره في الصلاه عرفت. فنزلتها، فبالنسبه لهم ان اي ظاهره سلبيه وتم التسليط الضوء عليها. وقاعد اقول يعني انا كيف انصح عيالي؟ اقول له لا تلعب في الصلاه، اذا واحد جالس ولحيته بيضه وياس يسوي بدي كير ماني كير في الصلاه، فاهم؟ فانا اليوم كمسلم
ممكن انتقد هذه ظاهرة حصلت عندي في المسجد وموقف حقيقي، بس اذا يا واحد ما فيك تنتقد بالضبط يعني لو نفس الموقف مثلا، انا لو مثلا كنت رايح مثلا خلنا نقول ازور كنيسة مثلا مع احد الاصدقاء، او رايح اتعرف على هذه الثقافة وعلى هذه الديانة، وشفت موقف في الكنيسة ما اقدر اتكلم عنه. لانك لا قصدك لانك ما انك مسيحي بالضبط. اوكي، هذه مش سيف زون بالنسبه لي. اوكي، بس يعني هذا الشيء موجود. سوري عم قطعتك، بس هذا الشيء موجود هلا بامريكا عادي، صار عندهم صح. يعني الهيومر بامريكا صار مختلف، هم بالنسبه لهم عندهم الاساسيات مختلفه. اوكي، او يعني معطياتهم مختلفه لانه الكالتشر ماله يختلف. صح، وممكن بس لما بتنقض اليوم النساء، لما افترض لو بدك تحكي عن النسوة او بتحكي عن المرأة، هو بيعتبر عنصرية كمان على حسب شو الموقف. والله ايه، يعني مثلا انا هو المين توبيك لما بتحكي انت بالستاند اب كوميدي، اذا الرجال بيحكي على المرأة او المرأة بتحكي على الرجل. ممتاز، ممكن الرجل والمرأة هذول كيف هذا المين توبيك بالستاند اب كوميدي. هذا تكنيك، انت كيف تدخل السيف زون. مثلا انا اقول مثلا ابدا مثلا ستوري، اقول مثلا حريمنا الله يهديهم، زوجتي الله يهديها، خلاص انا دخلت في السيف زون. انا قاعد اتكلم عن زوجتي، تمام، شيء خاص فيني. اوكي، عرفت يعني. مثلا من فتره كنت قاعد اتكلم عن الحريم اللي يروحون الصيدليات، يعني الحين مؤخرا استوت الصيديه شوبينج، الحرمه رايحه مصدعه، طالعه فاتورتها 3000. ليش ماخذه مقوي للاظافر؟ انا شيل امي مقوي للاظافر. انت داخله فيك صداع، ماخذه جهاز ب 4000 مساج، ليش؟ عرفت. فيلفون عليها داخل، وفي تسويق وفي حركات، وشوفي حضرتك وهذا، ويدخل عليها واحد، تدخل عليها وحده، وهذا منعم لبشره الايد، وهذا منعم لبشره الرقبه، وتطلع منك فاتوره 4000. بس شايف هلا مثلا هذه الهيومر، هذا ما فيك تعملها بي ولا مكان بالكره الارضيه. يعني هذه النكته اللي هلا هي بس ما بتزبط بي ولا مكان غير بالامارات، لان قاعده تشمل شعب مدلل. بالضبط. عرفت كيف؟ فاليوم انت ما فيك تزت هذه النكته مثلا على شعب ثاني، لانه ما في مره حتروح ما بيفهمها. يعني انه رايح تشتري بانادول، راح ضربته كريدت كارد ب 4000 شغله مساج، حتكبها بعد يومين. صح لا يمكن ما يمكن بعد 4 سنوات تشوفها بالبوكس مالها نفسها. انت ما حتنسى انه اشتريتها اصلا. لا، وبعض حريمنا ما شاء الله الله يهديهن، يعني تقول لك والله يا اخي الحرمه وايد اصرت علي، بس استحيت منها، استحيتي منها ندفع 2000 درهم ليش؟ انت استحيتي دفع من جيبك. عرفت. فهذه الاشياء يوم انا اقول حريمنا، زوجاتنا، خواتنا، انا قاعد اتكلم عن سيف زون اللي عندي انا يعني كمواطن، كعربي، كاماراتي، كمجتمعي. تمام. اتكلم عن مجتمعي، فما تعتبر عنصريه ابدا. سؤال هلا، انت بيسموك هون مشكلجي، ما بعرف فيها هذه عندكم بالاماراتي شو هي مشكلجي؟ مشكلجي كمان راي مشاكل يعني. راي مشاكل يعني. انت وين يعني؟ ما بتضل بالسيف زون، بتحاول تطلع شوي لبرا، ما بتروح اكستريم، بس حالاته حالاته طول الوقت بتحاول انك هي. الكل بيحكي عنك انه اخي هذا الزلمه كانوا ما عم نقدر نمسكه منيح، روح قلبه يعمل مشاكل. حتى انت عملت ان اوديو بوك صح؟ صحيح. وكمان حاولت انك هيك تطلع، بس انت عم تطلع بشكل ما حدا عم يقدر يمسكك منه. يعني أكيد. ما حدا عم يقول انك انت غلط، بس عم يحاولوا انه عم تكتر شوي. صح صحيح 100%. لاني انا اشوف صراحه اليوم يا اخي ان كل واحد منا قاعد يسوي الشيء الستاندرد التقليدي ممل. اليوم مثلا برنامجكم هذا الطريف اللطيف، احنا قاعدين وماي وقهوه وكوفي، يعني طلعت انا من 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 جو الاستوديو اللي اي اقعد وتعال وحط ميك اب وركب المايك وقعد، وهذه كاميرتك ولا. عرفت. فهذا الخروج هو الجميل، هو اللي يعطيني انا روح. فاليوم اللي قاعد يصير في 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 السوشيال ميديا، وحتى مثل ما قلت في موضوع الكتاب، في اشياء واقعيه تصير، بس العالم ما عارف اذا هو خوف او مستحى. طب شو قالوا لك؟ شو يعني شو كانت وجهه نظرهم؟ شو قالوا لك؟ شو جريء جدا. طب بس الجرأة جميلة أياما، الجرأة بتصنع لك مستقبل مختلف عن المستقبل اللي أنت بتعرفه صح؟ بس الناس شوف اليوم احنا اليوم يعني الناس قاعدة تشوف ان الإمارات ودبي والبنايات وما شاء الله والتطور والرقي، لكن احنا مجتمع قبلي، ما زلنا قبليين. في عادات وتقاليد ما بتقدر تطلع عليها، ما تقدر تطلع منها، انسى. فهاي في أشياء هم يشوفون انها قاعدة تمس عاداتنا وتقاليدنا. هذه الجرأة مرات يكون مش مسموح فيها عندك، لأن اليوم أنت مثلاً القصة اللي كانت في الكتاب، أنا قصة شوية جريئة لكن قصة حقيقية وحصلت في مجتمعنا. قصة حقيقية، لكن اليوم لأن الكتاب يعني إلى الآن مجاز من المجلس الوطني للإعلام. أوكي. إلى الآن ماشي، ما في أي شيء. طبعاً كان في حملة إيقاف الكتاب بسبب من قبل مين؟ هذه المجتمع الشارع. اليوم أنت لازم تتقبل رأي الشارع. اليوم
أنا مرات أحصل انتقادات قوية ولاذعة، فالناس اللي حولي تتأثر. أنا بعد فترة طبعاً استوت عندي مناعة خلاص، فالناس اللي حولي بدأت تتأثر، فأقول لهم لا تستغربون، أنا اليوم قاعد يعني الكونتنت مالي المحتوى مالي هو نقد ساخر، فأنا قاعد أنتقد، فطبيعي اللي تابعني شخص يحب الانتقاد، صح. فأنا كيف أجمع كل المنتقدين حولي وأقول ليش ينتقدوني؟ أنت جمعتهم أصلاً، خاصة إذا عم تتطرق لمواضيع عم تلامس الشعب نفسه، أكيد عم تلامس الناس وهيك، أكيد. بس نفسهم هن الناس في عندهم ضوابط بيقول لك أنه ما فيك تطلع من عنا هاي. بالضبط، يعني مثلا جات فترة طرقت لموضوع وبعدها صارت حملة في الدولة على هذا الموضوع، وأنا كنت واحد من الناس اللي قادوا الحملة. كان العادات السيئة اللي تصير في السينما مكان عام، تعرف أنت ياس في السينما شوي سمعت طق 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 طق، واحد قاعد يدقدق مدواخ وطالع قدامك غيمة، عرفت؟ فأنت تقول أنا في السينما كيف واحد قاعد يدوخ؟ طبعا في عادات سيئة أخرى تصير في السينما، بس أنا مجتمعي ما يتقبل إذا قلتها، فاهم قصدي؟ أتوقع تمام، أوكي أبسلوت. إيه أنا بيعرفوا موجود، بس إذا الشباب على الإنترنت هلا اللي عم يسمع اللي عم يشاهدونا إذا فهموا البوس مثلا في السينما ليش مغطي؟ في ناس قاعدة تتبوس في السينما، فهذه عادات سيئة. بس أنا ما أقدر أطلع اليوم مثلا وأقول لا في شباب وبنات قاعدين في السينما ويتبوسون وهذا، لكن يعني في حملة اللي هي العادات السيئة أو فاهم الحركات السيئة، ظواهر سلبية في بس احنا كنا مركزين على التدخين، لان السينما تعتبر مكان مغلق وفي عندك حوامل، صح. عندك اطفال، ما تقدر تتطرق. إيه؟ هذه اشياء تقدر تتطرق لها او تقدر حتى تقولها بالبنط العريض، لكن في اشياء ما تقدر تقولها لان مجتمعك يقول لك مثلا ممكن يطلعوا الناس، لان اليوم انت لا تنسى ان اليوم انت في كل مجتمع في ناس تدعي الفضيله، لا نحن ما عندنا هذه الاشياء. كيف ما عندنا ملائكه؟ نحن عندنا، ما في، ما عندنا، كل شيء عندنا. كل مجتمع اليوم في الزين والشين الصالح والطالح، اليوم في البيت في الزين والشين طبعا، اكيد في الصالح والطالح في البيت الواحد من ابو ام نفس التربيه في الزين والشين، صح. فما بالك المجتمع في اشياء سلبيه، لكن في اشياء تقدر تطرق لها وفي اشياء ما تقدر تطرق لها. محسوبك يحب يتطرق. انت بتحب دائما تروح فوق فوق. احب يعني اشوف، لان هاي اشياء تلامس الواقع. اليوم انا اشوف اليوم يعني اليوم حب الناس، الشهرة هذه اللي حصلتها أو متابعة الناس، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. اليوم رب العالمين أعطاك هذا المنبر أنك توصل صوت، صوتك هذا لازم يوصل لأكبر شريحة ممكنة. وفي ظواهر سلبية إذا أنا ما تكلمت وأنت ما تكلمت وباسل ما تكلم وكلنا قلنا بتتم موجودة، بس إذا فتحنا الموضوع لازم بيصير ضبط. كانوا فيك تتعلم كوميدي؟ تقدر انك تتعلم تقدر كوميدي عن تقدر جد؟ يعني هو له ميكانيكس انك تتعلمه؟ تقدر، تقدر تتعلم. شوف اغلب اليوم الستاند اب كوميدي الكونتنت مالهم يكون مكتوب، انت فيك تتعلم، بس في عندك الملكه تبع الكوميديا، صح؟ ايه. شوف اليوم انت عندك اساسيات، يكون عندك حس كوميدي اول، صح؟ في ايش، في شيئين اساسيات كستاند اب كوميدي، اذا ما عندك اياهم ما تتعلمهم وانسى الموضوع، روح سوي لك برامج طبخ. شو هن السرعة البديهة والارتجال، لازم تكون مرتجل من الدرجة الأولى، لازم. طيب وكيف تعرف أنت وقت تعمل ستاند اب كوميدي هون، كيف تعرف أنك أنت رحت على خط أحمر بما أنك أنت عم ترتجل بسرعة؟ وأياما بيصير معك بيسموها المومنتوم، أنه أنت العالم مبسوطة وفتت وخبصت الدنيا وهي صايرة معك أكثر من مرة. أنت ضابط داخلي، ضوابط ذاتية، ما في حدا لما بيقول كانوا بس يفوت في خبصة اليوم. لا أنا لازم أخبصها، ما أعرف، لازم في أربعة عميرة أبوك وراء يضلوا. لا بس على فكرة، على فكرة الخبصة في المسرح عادية، ترى ما تعتبر سوشيال ميديا، لأن عندك أنت اليوم قانون جرائم إلكترونية مش نفسه قانون اللي ينطبق في المسرح. فأنت اليوم في المسرح في أشياء تقدر تقولها ما تنقال في السوشيال ميديا، لأنه مغلقة، يعني فينا نقول بس الجمهور الموجود بالمجلس. اليوم هذه مش في السوشيال ميديا، اليوم أنت عندك قانون جرائم إلكترونية. جرائم إلكترونية معناته أنت استخدمت أداة إلكترونية لتروج لفيديو معين، ظاهرة معينة، سويت أي شيء. يعني قصدك الجيج، وقت تروح تعمل جيج أنت، ايه؟ هذا ما بيكون مسجل أو مسجل بمكان آخر، فهذا واللي نشره هو المسؤول مش أنا. لا إيه، أنا طالع على الستيج أتكلم، أنا عندي شو انت تنشره انت مسؤول. اوكي، انا يعني ما انا هلا باخذ لك مثلا ستوري، انت عم تحكي على شيء، انا بصير مسؤول عليه. بالضبط، على كلامك اللي انا نشره. انا مش مسؤول، تمام؟ اذا انا كنت على الستيج انا مش مسؤول،
والله ايه لان ضوابط الستيج غير عن ضوابط صارت معك شي مره خبصه هيك خبصت خبصه الله اكبر جبت العيد فيها الزلمه هو ابو الخبصه لا هو صارت معك كثير طلع اوفر يعني جريده عم تكتب على خبصاته وجريده عم تكتب اي والله جريده طالعه وجريده نازله شو صار والله اعطينا خبصه مو قايله على الهواء يعني مو قايله المشكله الخبصات ما تنقال والله ما تنقل. ما فيك ترجع تقولها طب هات لك شيء لا مش انه ما فيني بدك دير بالك بنصير نحن مسؤولين عليها بس لا بس الحين انا في السوشيال ميديا انا المسؤول الخبصه على الستيج اذا انت صورتها انت مسؤول يعني مثلا اليوم انا قاعد اقدم ستاند اب كوميدي انت عجبك مقطع عجبتك نكته رحت نزلتها قصيتها نزلتها في اي حساب انا مش مسؤول تمام بس انا بشوف الهيومر كمان وراء رساله صح يعني طول الوقت حتى انت لو تعمل نكته وتكون قاسيه بس بيكون وراها رساله انت بتكون أكيد. بدك تقدم شيء فعلا للمجتمع أكيد. كان مجتمع ولا طب انت ليش مثلا ما بتهرب من هذا الزون ومثلا بتطلع بتعمل هيومر على الميكس اللي موجود بالامارات يعني في عندك 215 ناشوناليتي هون 215 جنسيه يا زلمه اكيد في شوف موجودين لكن اليوم انت سيف زون هذا يحميك يحميك من اشياء وايد انت مرات تتكلم ممكن في موضوع يعني انا مره اتذكر قاعد اسولف في موضوع بيني وبين ولدي سالم والسلام طبعا حبيبي هذا البكر هذا فقاعد اسولف ان سالم ولدي ما ادري شو مسوي واقول لهم اني انا يعني احنا عارفين يعني اليوم احنا جيلنا مختلف عن الجيل الجديد هذا احنا جيلنا طبعا الاب بكوس طراقات كله جرب انا ابوي كان يطلع اتوقت عادي شو يطلع هاي عاد اتوقت كان يطلع مورتال كومب وبعد ما يصفعك يسوي لك هاي هلا انتوا عندكم الشحاطه نحن عندنا اياها في سوريا لا شو طال عمرك انا الوالد عسكري عنده حزام اي بس الوالده عندها عندنا نحن المخمه هاي اللي يطفون فيها الارض المكنسه هاي هذه كانت يعني الاداه الجميله كاداه وانا ابوي كان يحب يعذب نفسيا يعني يحط لك ادوات يقول لك اختار عسكري عرفت انت تختار اداه تعذيب تبعك فلا وبعد اثناء انك تختار هو يطلع خليك عسكري التفكير غير تكنيك. خليك تختار وانت تقعد الحين تقول اختار هذه لا هاي لا هذه ما تنط هذه بعدين يختار اللي على كيفه هو لا ما لا يحصل اقرب وحده وخلاص وهلا على جيل جديد الجيل الجديد الحين مش نفس جيلنا نحن جيلنا لان تربينا وايد قراب من بعض ففي حب اليوم ابوك انت ابوك لو يقص راسك صح مستحيل تفكر اروح اشتكي ولا ايش ابوي هذا فانا قاعد استخدم مع عيالي التكنيك القديم ان اول شيء نحن نكون كلوز ونحب بعض بعدين لو قسيت عليه يعرف ان هذه لمصلحته صح لكن اليوم هذه الاجيال اللي احنا نسمع يعني نسمع اخبار صراحه مخزيه يعني هلا انت شو عندك اولاد قديش اعمارهم عندي سالم 10 عمره البكر صح ايه وعندي زايد 7 وعندي كنده 5 فانت يعني عندك انت الجيل الجديد كله ايه فعم تواجه صعوبه بتربيتهم اكيد يعني عم تلاحظ انه تربيتهم مختلفه عن تربيتنا كليا الجيل تبعنا غير تماما احنا قبل يربيك الشارع يربيك عمك يربيك خالك يربيك صديق أخوك العود يربيك إمام المسجد يربيك مدرب النادي المدرس كان أنا مدرس صاف عني كف من سنة 82 لين الحين أذني فيها صوت عادي وتشوفه وتحبه على راسه بس أنت بتشوف إنه هذا كمان يعني إحنا عنا هلا كمان إحنا ربيانين إنه في شوية ضرب يعني إذا كان عنا ماك تذكر بس أستاذ عسكرية إليه متذكر أستاذ عسكرية بالايدك هاي العصا شو هاي عصا بتعمل لي هيك هاي عصا هاي كان يسلخك الضرب من قلبه يا زلمه بتحس حالك انت شي حدا يعني عدو نظامي يعني بالضبط ليش عم تضرب هيك وكان الهيبه المدرس شو كانت هيبته زحف هيبه طبعا مدخل مدرس في هيبه بس كان في مع الضرب ومع هذا بس في هيبه وفي حب للمدرس لا بس كان صح. في نوع من الخوف كمان يعني احنا كنا اوكي هلا في بعض المدرسين بتذكر انا اخريني احكي عن حالي بتجربتي بمدرستي في بعض المدرسين انا كنت احترمهم وحبهم عن جد بس في بعض المدرسين ما كنت طيقهم يا زلمه يعني طول الوقت بس عم يعيط ما بده يشتغل ما انه فهمان وعايف حاله كل طول الوقت متخانق مع مرته وجاي بس بده يتفشل بس هي حالات استثنائيه باسل يمكن عم لك انه هنن كان في حب فاذا كان المدرس انت بتحبه للمدرس بغض النظر انا عندي مدرس من شهر فرما كنت قاعد وياه مدرسني في الابتدائي رمضان هذا كنت قاعد فيه. طيب وهلا المدرس هلا اللي مع اولادك كيف العلاقه صارت الحين خليني ارجع لك للفيديو اللي بيني وبين سالم فسالم ما ادري شو مسوي شيء كذي وانا ضربته
فراح المدرسة يقول للمدرس إنه يعني المدرس ياس يتكلم وياه في ستوري أو شيء، فيقول له يا أستاذ كذا كذا كذا، بعدين أبوي ضربني وكذا كذا. فالمدرسة مخاطبيني أن كيف أنت تضرب الولد، أنت لازم تقول له how much you love him، بعدين تعطيه نصيحة. في ضوابط تانية. قلت الله يرحم، أنا لو أفسخ لك تلعب على ظهري XO من الحزام، أبوي مسطر ظهري مسوينا كراس بياني. بس هذا لا يعني أنه صح كانوا. ولا يعني أنه صح، أنا بس أنا أقول لك كنا يعني كان في نوعين من الضرب، في تأديب وفي تعذيب. بس هو ضرب. لا بس إحنا كنا نتأدب. لا بس متى عرفنا أنه تأديب؟ يوم كبرنا وشفنا أن الضوابط موجودة. بس هذه الضوابط أنت أخذتها من الخوف. ما لا لا أنا ما أنا أنا يعني أخالفك. أنا اليوم ما بحب حدا إنه يضربني حتى أنا وصغير، يعني هلا إلا ما أكون أكل شيء أكله من أهلي بس. أكيد. بس ما بحب حدا يضربني. بس أنا بقولك شيء، نحن يوم صار كلنا ما نحب الضرب، وكلنا نشوف إن الضرب هذا غلط، وكلنا نشوف إن ليش يضربوننا. بس يوم كبرنا عرفنا قيمة الضرب هذا، وعرفت أنا لو ما انضربت في هذاك الوقت ما كنت بكون اليوم أنا هذا الشخص. طيب وقت حكوا معك المدرسة وقالوا لك إنه أنت عم تضرب ابنك، شو قلت لهم؟ قلت لهم إن شاء الله خير إن شاء الله. فطلعت أنا في السوشيال ميديا قاعد أتكلم أقول لهم إن المدرسة متصلين يقولوا لي I have to tell him how much I love him. فقاعد أقول لهم قبل نتذكر أيام الخيزران والعصاية والمحناية، عندنا إحنا المحناية هاي كانت الخيزران الأولين كانوا يحنونها أي عشان ما تنكسر، وكان يحطونها في ماي وملح. صير طرية هي بتلسع لسع. صير طرية. تذكرها. في ألم في عيوني صح، في دموع. أنا كل مريت عليهم من ما شاء الله من يوم صغير أنا نشوف. بس أنت اليوم تضرب ابنك فيها؟ لا. ليش طيب؟ مدام أنت متذكر إنه هذه عملت وعطتك تجربة يوم من الأيام. طب هذه التجربة بدك تنقلها لابنك؟ لا أنا ما أضربه ما أضربه بهذه الأداة مثلاً، لكن أضربه صراحة. أنا أضرب ابني مع أنا مع ضرب التأديب، لأن اليوم إحنا حتى ديننا مثلاً الحث على الصلاة في ضرب، لأن العشرة في ضرب، فأنا أقدر أضرب ولدي ببضوء. إحنا بعد نرجع نقول تأديب وليس تعذيب. في ناس للأسف الشديد يزخ ولده كأنه مطالعنا من غوانتنامو، كأنه طالع من معتقل، كان يطلع الولد بالروح، عرفت؟ يطلع صدق معذب ويقول لك لا انا قاعد ادب. لا في فرق. بس اسلوب المدرسه عم اقوله هي اللي قالوا لك اياه، اللي هو انه لازم بجوز في ما في طريقه ثانيه يعني غير انك تضرب. لا لا اكيد في طرق وايد، في طرق وايد في. بس انت النكره بيان عليها بس لانه لازم تعيدها؟ لا 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 في 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 طرق، في يعني بالعكس نستخدم وايد طرق. انا استخدم مثلا الحرمان من الايباد، هذه اقصى طريقه اكثر من الضرب. هي ايه اوه احنا عندنا مثلا عندي عيالي اقوى نوع من التأديب، أقوى نوع من التأديب وأقوى رادع لهم، إن إحنا عندنا كل جمعة، عندنا كل جمعة تجمع بيت يدهم بيت أبوي، فإذا قلت له الجمعة هذه ما تروح بصير هي صعبة عليهم. خلص. طب شو عم تحس أنت في فرق بينك وبين أولادك بالتفكير، بطريقة التفكير؟ إيه من تكنولوجيا على جنب، نعرف إنه صار عندهم آيباد، صار بيقدروا بكبسة زر واحدة يقدروا يطلبوا أي شيء بالدنيا، بس خلينا نحكي مثلاً بالأخلاق، بطريقة التفكير، بالتعامل مع الأهل، حب العائلة، هل اختلفت هذه المفاهيم بالنهايه؟ والله وايد. انا مساعة قلت لك جمله يمكن ما كملتها، قلت لك قبل انت رباك عمك وخالك وصديق اخوك الكبير ومدرسك والشارع وابن وجيرانك، ما كلهم هلا مين عم يربيك؟ الانترنت، اليوتيوب، التيك توك، هذه اللي قاعد يربون. فاليوم في فرق، يوم انا في شخص انا مثلا قبل عارف اذا مثلا وانا رايح في طريقي للمسجد عارف ان جاري يشوفني، عارف وأنا في الصلاة ممكن نحن في البداية خلنا نقول كانت شوية خوف صغير، أنا ما أفهم، ما أعرف أني أنا يعني لازم أصلي عشان أروح الجنة وأحصل أجر، أعرف أني أنا لازم أصلي عشان ما أنضرب. في البداية كان في هاي الضوابط، بس بعد فترة عرفنا قيمة هاي الضوابط. اليوم فضلنا الله سبحانه وتعالى الجيل أصبح مختلف، اليوم مثلا حتى العادات أصبحت مختلفة. اليوم أنت أي طفل، خلنا نقول نحن على جيلنا، إذا واحد يقال لك البس أنت شيلة وعباية ونخليك تمثل دور بنت، مستحيل، ممكن تنتحر. اليوم قل له يشوف الشيء عادي، لأن قدامه موجود في التيك توك، قدامه في اليوتيوب، يشوف بعض البلوغرز لابس شيلة وعباية وباروكة ويلعب دور بنت، فأصبح عنده عادي. فهني اختلفت التربية، أن احنا ما ربينا على كذي، بس اليوتيوب ربا، التيك توك ربا، بعض المشاهير ربوا، ما في ما في ما في التربية القديمة. وبعدين أنا بقولك في أشياء صراحة اليوم يعني أتذكر من فترة واحد من أصدقائي يكلمني وهو طالع ويتضارب وطالع من مركز شرطة. قلت له شو فيك؟ يقول لي تخيل أنا ضربت ابن أختي. شكى عليه.
اختي شكت علي انا في المركز طالع من المركز يقول لي كانوا نحن في اي جيل. قلت له زين شو مسوي الريال؟ قال شفته لابس باروكه وحاط ميك اب وقاعد يمثل دور حق التيك توك. فضربته قلت له انت رجل يعني لا تسوي هذه الاشياء لا تقلدهم. يقول أنا ضربته راح صح عند امه ما اشتكت عليه في الشرطه. بس انا بعرف انه دائما اي شيء انت بدك تتعامل جسديا مع اي شخص حيكون في رده فعل عكسيه. يعني ليش مثلا ما نقول انه هذا الشخص صديقك راح لعند هذا الولد وقال له هذا الشيء بوجهه نظره انه هي مش صح، انت لازم تعمل هيك 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 بطريقه ما، هل بيجوز هو راحه بطريقه كوميديه بطريقه محبه بطريقه ما؟ بس ليش هي الطريقه الاساسيه عندنا نحن هي انه نحن لازم يكون هو في عنف خفيف خلينا نقول مش عنف كثير قوي؟ والله شوف انا اشوف احنا مرات انت يوم شخص وايد قريب منك ويعز عليك رده فعلك انت ما تتحكم فيها، وكل ما يكون اقرب منك كل ما تكون رده فعلك اقوى واعنف لانه ما بدك يعمل هذا الشيء. اكيد انا اليوم انت ولدك اذا مثلا خلينا نقول عق كلاص ماي ما بتعاقبه مثل اذا مثلا فجاه دق في راسه وش تزخ الايباد وكسره. يعني انت مثلا شاري الايباد من اسبوع يكسره لاني انا زعلان، فهم؟ ف يعني هي سالفه كيف انت راح توجهه. يعني بتقول له لا تكسر الايباد مره ثانيه وانت زعلان، لا يعني سوري وذ اور سبكتر حكه كف ما بيكسر مره ثانيه. طيب خلينا نرجع للستاند اب كوميدي. هو انا هيك نرجع هلا اليوم انت فيك عن جد باي وقت فيك تعمل كوميدي؟ اي وقت حتى لو كنت مزعوج. يعني لافرض اليوم انت في عندك جيج اليوم الساعه 10 بالليل رايح في عندك جيج ساعه صار معك شغله لا سمح الله حادث لازم تفصل شلون؟ طيب انت والله شلون بتفوت وانت تدخل المسرح؟ شوف اول ما تدخل المسرح عندك انت بالضبط دقيقتين يا تفصل عن العالم الخارجي يا ضاع الشو كامل. لا تفوت بالجو لازم تفصل ما في. فانا كنت انا عندي تكنيك بعد دائما لما يكون عندي شو وعندي شيء بيك شو قبلها شيء بيوم احاول اعتزل العالم اعتزل الناس لان صدق ممكن اي خبر ياثر فيك. كيف تكتب الكوميدي تبعك؟ انا احاول اني ما اكتب. في هذا بيكتب لك حاول لا بترتجل حاول اني ما اكتب. انا انسان اذا كتبت اضيع. طب هات شوف انا ححطك تحت التجربه ارتجل اختار الموضوع وانا برتجل لك. تعال نحكي عن التيك توكرز. التيك توك الشباب التيك توكر الصغار اللي هنا عم يعملوا كوميديا على التيك توك. ها انت بتنتقدهم كثير اللي بيعملوا. انا شوف انا اليوم التيك توكرز معاهم وضدهم. يعني البعض انا ما الومهم اليوم يعني هذا بيقولوا عنك دقة قديمة انت. والله دقة قديمة ولا استوي يعني شحات الكتروني. يعني بعد شحات الكتروني حسنا قاعدين في مرقص احلى ابو مازن احلى ناقص واحد يطلع يلبس ورد عرفت شنو قاعدين عم يعملوها. هي احلى داعميني احلى مدري شو ابو راشد والله النكفو. طيب ليش شو بيعملونه بيعطون مرقص انت سنه فلوس يعني انت بتعرف انهم يعملوا مصاري هدول عرف حلال عليهم اي لكن صراحه انا اقول خلي دقة قديمة ولا استوي شحات إلكتروني. أنا أسميهم شحات. شو يعني شحات إلكتروني هلا صار؟ لأن اليوم أنت قاعد اللي قاعد تسوي سوري شو الكونتنت اللي أنت قاعد تقدمه وتطلع لايف؟ بس في عالم عم تحبه. زيرو كونتنت. بس في ناس عم تحبه. أوكي في ناس قاعد تحبهم بس لمتى؟ لمتى أنت بتطلع وبتحط شكر على راسك وبتحط فودر على وجهك وبتقوم ترقص لمتى؟ يعني اليوم بمصر مطربين شو كان اسمهم؟ كنا أنا شو اسمهم هذول المطربين تبع الحفلات؟ مطربين المهرجانات بمصر اول ما بداوا هلا هم مبلشين من 50 سنه بس انه هلا بلشوا من الاونه مثلا الاخيره 5 سنين خلينا نقول بلشوا ينشهروا عالم. صحيح الناس ما كانت تحبهم وكانوا يقولوا عندهم الموسيقى هابطه ومش منيحه ولكن في اشخاص هلا من هدول المطربين صاروا عم يعملوا في واحد وصل للمليار واحد من الاغاني تبعه. فهذا يعني بقول لك شغله اكيد في شيء هذا الزلمه في عنده كونتنت حلوه اكيد مش معقول مليار انسان شافه ما حد. اقوى انتشارا اليوم التيك توك. ليش برايك هو الجوريثم ماله كذي؟ انا اقول لك استغرب انا عندي يعني صار لي في الانستغرام 8 سنوات. عندك تيك توك صح؟ وصار لي تيك توك ما كملت شهرين ترافيك اسرع في عندي فيديوهات في التيك توك بتوصل 500,000 واصل 400 وشيء الف ما عندي ولا فيديو في حياتي كلها واصل 400,000. بس انت ما بتاخذ ربح مادي التيك توك؟ لا 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 يعني اصلا ما اعرف اقدم محتوى صدق ولا عندي. روان مسي عليها بالخير شلت كل الفيديوهات اللي موجوده في الانستغرام نزلتها في التيك توك تمام. وبالعكس قاعد اشوف تعليقات جميله ان في ناس يقولون اول مره اشوف حد في التيك توك عنده محتوى جميل ان نحصل ناس في التيك توك عنده محتوى هادف جميل. انا قاعد هذا اللي قاعد اشوفه تمام. لكن انا مش يعني انا صراحه هاي المسخره مش معها. طيب يلا هات اذا في اعلان اجاك من التيك توك ما بتشتغل اعلانات على التيك توك؟ انا اصلا ما اعرف كيف التيك توك
توك يشتغل ولا أعرف كيف إعلانات التيك توك. ما حدا يشتغل. بيعرف كيف التيك توك بيشتغل والله العظيم، لأن والله. هم صراحة عندهم جوريثم خطير. صحيح. لأن أنت مرات تشوف يعني في فيديوهات نزلتها في الانستغرام من 5-6 سنوات صح. نزلت الحين في التيك توك، الحين يشوفوني ناس في الشارع شو أخبار أبو سعيد. أنا من فترة والله أتذكر في فيديو نزلته الأخت روان في التيك توك كان يتكلم عن قصتي يا واحد اسمه أبو سعيد. فأنا أشوف الناس تمشي في الشارع شو أخبار أبو سعيد، سلم على أبو سعيد. مين أبو سعيد؟ أنا ما أعرف مين أبو سعيد. شو هي القصة؟ القصة شو هي؟ القصة أن كنت أنا بأخذ لي نيسان بترول وتلاقيت يا ريال توه نازل نيسان البلاتينوم، قلت له نيسان فنان، قال لي يا أخي المعرض الفلاني بتروح عند الريال وقل له أنا من طرف أبو سعيد. قلت له منو أبو سعيد؟ قال لي جماعة من أهل وكذي وبيطلع بيطلع لك خصم حلو. قلت له تمام واروح هذا ودخلت عليه، شو الاخبار شو الامور، جالس واحد شي ولد شامي، قلت له شو الاخبار وهذا، قلت له وين ابو سعيد؟ قال لي منو اقول له؟ قلت له خلاص التقبل. وين ابو سعيد الحين؟ قال لي انت شو تبغي من ابو سعيد؟ قلت له الخصم مالي. قال لي شو في علاقه؟ قلت الله اكبر اهل نحن. المهم فيا الريال وخلاص الاسم وما الاسم مسجل وكذي وهذا. قال لي بس من وين تقرب له؟ قلت له انت الحين شو دخلك من وين اقرب له؟ انت بداخل خصم وبس خلاص الحين تعطني الخصم. قال لي خلاص اوكي. قال لي بس من يعني من امه ولا من ابوه؟ قلت له زين قلت له هيك، قلت له تعال سوي لي فحص دي ان اي وشوف من يعني خلاص يا اخي انا ابو سعيد اهل، انت ليش داخل بيننا في النص؟ قال لي خلاص انت ويا اهل انت ويا اهل. فراح داخل وياه وقال لي هذا الخصم وكل شيء والامور طيبه، وانا قاعد حسيت بتانيب الضمير. قلت له خلني اقول له الصدق يا اخي ما تسوى. فيوم طلع قلت له أخبرك شغلة، ترى أنا ما أعرف بسعيد صراحة يعني، بس يا قلت بسعيد بسعيد عشان قلت بأخذ الخصم، فعشان شي قلت من أهله. قال يا ريال جننتني، اتصلت في أمي اتصلت في أبوي طلعت ما تقرب لنا. طلع هو بسعيد ويالس في المحلة بس بدلة. والله العظيم قلت الحمد لله أني اعترفت على نفسي ولا كان شكلي مسخرة. فأطلع في الشارع كلهم يسلم عليك بسعيد يسلم، والفيديو نازل من 5 سنوات تمام، بس لأنه نزل الحين في التيك توك وصل ترند ما ادري كم واصل. تيك توك اهم من انستغرام صح؟ ما انا بالنسبه لي مش يعني. انا لا شوف انا قلت لك كانتشار جدا قوي، بس كبزنس ما في بزنس، ما في بزنس ابدا. لا 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 بس في عالم، في يا جماعه في عالم عم تعمل الاف مؤلفه من قاعد اطلع الاف من اللايف. بس انا اليوم يوم اتكلم لك بزنس اتكلم لك اليوم انا راعي بزنس، انا بزنس مان ابا ناس تعلن اليوم. ما في ناس تشتري، ما في جود باير، ما في سبندر. يعني واحد جاي يدور هديه ب $100 تمام، هذا كيف انت تسوي له دعايه عقارات لازم يحط داون بيمنت 100,000؟ مستحيل. بالضبط مستحيل. اوكي. ولا تقدر تسوي له دعايه برفيوم يبدا من 500-600 درهم. هذه الناس يعني توهم. انا اقول على جيل التيك توك يعني they have to enjoy it يعني الى ما لا نهايه، بس الله يعلم انا سامعنا في نهايه قريبه بس يلا. شو ابو البيس نضغط شوي على كانو خليه يعمل لنا ستاند اب كوميدي على التيك توك؟ نال ارتجل قبل شوي ما اعطى. اي انا بس قاعد ارتجل وياكم يعني ما عندي شيء اليوم على التيك توك لان انا خاف ازعلهم صراحه. لا حاسك زعلان لانه اليوم جاي نحن سارقين لك من نومه بعد الظهر صح؟ لا لا عادي يعني عادي نومه بعد الظهر. صح انه غالي علي. طب اعطينا اي جيج انت بتحسه حلو بتحبه يعني ما في داعي نعطيك ال. لا انا بالعكس عادي حتى لو عن تيك توك، بس انا احس انهم بيزعلون وايد مني. ليش؟ لان من فتره يوم طلعت تكلمت عن الشحاتين الالكترونيين وكذا زعلوا وايد ناس وقالوا هذا مصدر رزقنا وانت قاعد فاهمه يعني هم حسوا اني انا قاعد احرض الشعب عليهم. انه والحين طبعا في حمله اللي هو ايقاف التيك توك الله يستر. مين عاملها؟ عاملينها فنانين كبار في الدوله ولاعيبه كره ومطربين. يخاف تيك توك هون بالإمارات. يخاف تيك توك بالإمارات. ليش بس يعني يعني أنا بحسها والله هيدا من نوع من الغيرة. أنا شوف. والله بحسها نوع. أنا حللت الموضوع اليوم في. يا أخي تركوا العالم تشتغل. في أنا حللت الموضوع لشيئين. أنا حللت إنه مثل ما قلت الشهرة هاي السريعة اليوم في ناس ما شاء الله صار لهم في مجال الإعلام 30-40 سنة ما حصل شهرة تيك توك أبو شهرين. إيه بس التيك توك مش شهرة. تيك توك هو بلاتفورم لحاله يعني هذا زي ما بيصير مشهور يعني اليوم انت ما فيك تقارن شخص اعلامي صار له 30 سنه عم يشتغل صح. على التلفزيون عم يشتغل وعم يتعب على حاله مع تيك توكر يعني حتى الاحترام بالمهنه مختلفه كليا وياك الفاليو مختلف تماما الفاليو مختلفه بس هذول العالم صار عم تعمل مصاري يعني بس عم يصير مضاربه بالبزنس يعني شوف احنا عانينا من هذا الموضوع بدايه الانستغرام بدايه الفيديوز في الانستغرام وحصلنا انتقاد وكانت في يعني حرب اندر جراوند بيننا وبين الاعلاميين لأن فجأة طلع لي هذا اللي انستغرام
بوم ومقابلات ودعايات بعشرات الآلاف، ونحن اللي موجودين وإعلاميين وعندنا اسمنا وعندنا وزننا ضعنا. يعني أنت اليوم أصبح أنت كنت قاعد عم تشتغل من 10 سنين وعم تشتغل على حالك، وهيك بيجيك واحد بعد بشهر شهرين بتلاقيه حيسبقك. مو بحيسبقك، وسبقك. سبقك، أخذت ترافيك عالي. عملنا انترفيو هذيك المرة مع شاب يوتيوبر إماراتي شطور ما شاء الله، شو ذكي، عنده 2.7 مليون ما شاء الله. هذا الزلمة صار بزنس مان باليوتيوب، هو بزنس مان يعني، هو كونتنت كرييتر بنفس الوقت في معه بزنس، يعني ماكدونالدز بيشتغلوا معه على يعني سيري سنوية. فعم يقول انه الزلمة صار عنده بزنس، يعني اهله أكيد. وصل لمرحلة قعد مع اهله وارجاهم الارقام، فابوه اقتنع قال له خلص اذا انت هيك بدك، انت عم تجيب اكثر من ما انا عم جيب بالنهاية، فهذا بزنس حقيقي. هلا في ناس كمان بالتيك توك عم تعمل هيك، في ناس عم تاخذها انه لتحاول. هلا الشيء اللي عم يصير بالتيك توك انه الكل عم يحاول، انا برايي مش الكل حينجح بالنهايه، مو معقول كل العالم تيك توك بس حسنجح. اليوم خلنا نقول شو اللي يميز الشخص اللي ينجح في التيك توك. انا بشوفها ملكه، يعني هي الله بيعطيك اياها. انا الناس بتحب شخصيه، يمكن شخصيه. شفتوا هذا الشاب الايطالي اللي بيعمل هيك هذا كابي، اليوم كابي صار عنده مدري كم مليون بالضبط. طب هذا الزلمه صار عنده كم مليون وما حكى ولا كلمه بس بالضبط، ولا حرف، ما بيحكي منيح انجليزي على فكره. يعني شوف هو هذه ملكه، هي ملكه من الله. وهو مثل ما قلت لك انا، انت شو اللي بطلع جديد؟ فاليوم في نص الزحمه مثل ما نحن يوم بدينا الانستغرام، كل واحد مسك خط، والخط مالك في عواقب عليك. مثل انا كان مثلا الانتقاد الساخر كان يعني عندي جمهور قوي، في نفس الوقت وايد بهدلت في حياتي. دا اقول لك شيء مره من الحكومه قالوا لك هدي شوي. شيء مره يا رجل، انا عندي مكتب عندهم. مكتب شو؟ انا داوم معاهم، انا اذا اسبوع ما يتصلون فيني هم يتصل، انا اطمن عليهم في شيء. جماعه في شيء غلط، اموركم طيبه انتم، ما حد يباني. مرات امر عليهم بس اصبح، يقول انت موجود تعال وقع في تعهد هني. في تعهد قال لي شيء مره، لا انا يعني قيمت. طب ما وصلت لهيك لمرحله خلص معاهم انه انا اخي انا هيك؟ بالعكس، اللي حصل شيء جميل جدا من دوله الامارات، واكيد اشيد بسمو الشيخ سيف بن زايد، لأن هذا الحوار صار بيني وبين الشيخ سيف بن زايد الله يحفظه شخصيا، جلسنا وتكلمنا شخصيا. واللي صار أن وزارة الداخلية بدل لا تقول لك أنا حاكم وعاقب، لا أنا أحتويك وفي كورسات وفي كذا وتعالوا تدربوا. يعني هاي هي نفس القصة وقت كنت عم تعمل ستاند اب كوميدي وقتها وكانوا قاعدين. لا لا هي غير شغلة؟ لا لا هي غير واحدة؟ أنا عندي وايد أشياء، أنا عندي هيستوري في هذا. شوف اليوم أنت يوم ستاند اب كوميدي على المسرح وترتجل لازم بتجيب العيد، فمحسوبك مراتي بالعيد والكريسماس في نفس اليوم، ما عنده مشكلة. عرفت؟ وايد عندي بلاوي، فلازم بتغلط. أنت اليوم مرتجل، يعني أنت اليوم مع الحماس ومع المسرح ومع كذا، لازم بيطلع شيء بالغلط. فحتى اللي قاعدين عارفين أنه ممكن يطلع شيء بالغلط، ولكن بعد الضوابط موجودة، بعدها الضوابط موجودة. طب مين اقوى تيك توكر اماراتي او على انستغرام؟ مين اكثر شخص اماراتي هلا بتحسه هو انستغرام؟ بنباز. بنباز، بنباز عبد العزيز. بنباز اسمه بنباز، عبد العزيز بنباز. اليوم لا، شوف عبد العزيز بنباز، شوف اليوم عندك الاثنين في الامارات بدوا قبل الانستغرام، كان عبد العزيز بنباز وكانت تيم الفلاسي، بدوا ايام اليوتيوب، ما كان عندنا يوتيوب اصلا. انا لين اليوم مش في الامارات مش معترف انه في يوتيوب. اليوتيوب محتاج منك كثافه سكانيه. انت اليوم مثلا اذا بتقدم محتوى اماراتي، انت المواطنين عندك مليون، يعني اليوم انا عندي 600,000 متابع. انت اذا بتتوجه بس للاماراتي حيكون انت خلص بالضبط محدود. بالضبط، بتكون محدود جدا. وهذا انت اذا خلنا نقول اليوم مثلا اذا انا عندي مثلا 600,000، اذا انا بحسب ان المليون مواطن عندي نص الشعب. عرفت؟ لان اليوم انا ارمس رمسه اماراتيه بحته. تمام. انتم يمكن يعني لان عايشين في الدوله ومترابين معانا، يعني انت اللي بده يعمل لك، اللي بده يعمل لك فولو ويتابعك دائما هو شخص بده يفهم عليك، بده يفهم على انت كيف بتحكي صح، وكيف ايه؟ وشو النمط اللي بتحكي فيه، اللي هو النمط الاماراتي، الستايل الاماراتي، اللهجه الاماراتيه، حتى القصص انت عم تحكي عنها، عم تجيب القصص الاماراتيه. يقولون الاوليين ايه؟ عم تحكي عن الرمسه الاماراتيه والامثال متى تنقال. ومثل ما قلت مساعة ان في نكت انا لو اقولها برا ما لها طعم اصلا، عن شو قاعد يتكلم هذا؟ بس بالامارات لا،
هن يفهموها صح. هي ربعنا يفهمونها. سؤال وقت بتطلع بتعمل ستاند اب كوميدي بيكون في ميكس اماراتيين وجنسيات تانية. بالضبط. شو بيصير معك طيب اذا الاماراتي هون عم يضحك؟ الاغلب يكونون اماراتيين. تمام. وانت وانت بتعمل جيج مثلا ما في اماراتيين فبيتغير ستايلك بالكامل. اكيد 180 درجه. شوف انت قبل لا تروح لاي جمهور لازم تدرس انا وين رايح. اليوم انا اقدم ستاند اب كوميدي حق بنات يختلف عن بس رجال. موظفين يختلف عن عامه. بدك عن وظائف والمدراء و جامعه طلبه يختلف عن مثلا عرفت مثلا كليه بنات. كل مكان يختلف. لازم تحضر نفسك للمكان اللي رايحينه ولازم يكون عندك حتى تبس في المكان نفسه. يعني مثلا انا اذا رايح مثلا شركه معينه بقدم ستاند اب كوميدي لازم امسك لي حد من الموظفين اروح قبلها بكم يوم عادي اروح قبلها بكم يوم تاخذ هنا مثلا ك عميل عادي هي احاول اضبط لي كم من واحد واخذ منهم تبس اتواصل وياهم بالليل اخذ اسامي المدراء اخذ ترشيهم مثلا الافشات هذه هي لان اذا انت اليوم جبتها من داخل يعني تخيل انت قاعد تسولف كذا 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 وفجاه تضرب مثال في مدير عندهم كلهم ما يحبونه صح. وإذا بتعرفها هي هذا إيه وأنت عارف إن هذا كذا 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 فاهم؟ طيب أنت لما بتحكي بس إمارات يعني هلا لما بتحكي قصص كوميدية عم نفهمها أنا أنتوا لكم عايشين معانا بس إيه لأن أنت شوف. عم تتوجه لأكثر من إيه بس شريك. أنا بعد يوم 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 أنت بتحكي مع ناس صرت مليونين أو أكثر إيه بس شوف اليوم الكونتنت مالي وانتقادي للشارع الإماراتي. اليوم أنا إذا جيت خلنا نقول وتكلمت مثلا عن ظاهرة مثلا انتشرت مؤخرا خلنا نقول خلنا مثلا نتكلم عن ظاهرة التدخين في السينمات في دول يشوفونها عادي يعني شو يعني يدخن في السينما لا ما خلنا نقول على ظاهرة البوس في السينما لأنه التدخين هو كل العالم تجتمع عليه أنه هو البوس في السينما في مجتمعات وشو يعني ممكن شاف لقطة حلوة حبته وعجبته وكانت الحبيبة معه ودخل يعني في جو رومانسي عرفت في مجتمعات يرفض ما هي صحيح يعني يعتمد على المجتمع مجتمع يعني اي واحد القديم ولا الجديد لانه انت عندك نقله نوعيه بين المجتمعين اي لا انت لساتك ماشي على لا انا اتكلم بس كضوابط هلا مجتمع الجديد الاماراتي صاروا يوتيوبرز صاروا جيمرز بس ستيل صح ارجع اقول لك نحن مجتمع قبلي ستيل انا ولدي سالم اليوم عمره 10 سنوات ما يخلي بنت تبوسه يعني مثلا نروح اجتماعات وكذا انت عارف البنات الله وسو كيوت وهذا ما يخلي بنت تبوسه انا اتضايج اقول له خليهم يبوسونك لانك بتكبر ما بتحصل خذ حقك وانت صغير عم تندم علي انا معلش خذ حقك وانت صغير لان باكر تكبر اسمعني بابا حبيبي ولدي سالم باكر تكبر ما حد بيبوسك خذ جربت تعمل ستاند اب كوميدي انجلش هي جربت والله وايد كيف لقيتها حلوة بس أنا أتخوف لأن تعرف الإنجليزي إحنا تعلمنا بيننا وبين بعض والشباب السلانج لانجوج فمرات ممكن تطلع لك إف طايحة زي طافة يوديك في داهية إيه يوديك لأن أنت يوم تسولف مع ربعك يختلف يوم تسولف مع جمهور فتفرق لو تحكي لنا هلأ قصة إماراتية صارت معك أو خلينا نقول مقطع كوميدي صار معك بس إماراتي بحت 100% مش حدا حيفهم إماراتي بحت 100% أنا برمس إماراتي شوي يعني شوية ها خفيف على الطائر زين شيء يكون محلي 100% يعني لو قصة إماراتية بحتة هيك تصير ما يفهمها غير المجتمع الإماراتي إيه أوكي ممتاز أنا أحاول أفهمها معك حلو يوم من الأيام أوكي تحاول تفهم يوم من الأيام سايرين طال عمرك الضاحية النخل لا احكيها بالاماراتي البحث اوكي رايحين نحن النخل انا وربيعي رايحين النخل رايحين طال عمرك نسرق حدال الاولين يعرفون شو يعني نسرق حدال الحدال اللي هو الهمب الخضر زين يعني تقطف انا لا بقطف. نسرق ما في تقطف قبل تروح تسرق ليش تقطف بس يعني ليش تحرم نفسك من متعه السرقه لا نسرق يعني عم يسرق نظامي اي هي ما نحن نقول هي لان كنا صغار المهم فيوم رحنا قبل كانت المزارع مفتوحة بس أنت عارف العقلية يوم أنت صغير لا أنت تبى تعيش الأكشن فتروح تبى تسرق هو مفتوح بس أنت لو يجي أعطاك إياها ما بترضى بدك تسرق أسرع فعفدنا نحن النخل نبغى نسرق فيوم دخلنا دخل راعي النخل وصل وشال وياهم سجبة شال وياهم سجبة لأنه هو عنده كان غربان اللي هي باردة ولا لا هي يعني هو هذا يا زلمه خربت له القصه باروده باروده وانا عم بلعب حاول افهم في كلمات ما عم بفهم هو قاعد يضرب الغربان احنا سمعنا الطلق وين عفدنا في الحوض الحوض
حوض لو قبل النخل يكون في حوض يعبون الحوض وبعدين هي المسبح نفس طبعًا البول طبعًا يتعبى وبعدين يفتح منه فتحات عشان يمشي في الفلاي مشان يسقي هذا. فهو فاحنا عفدنا في الحوض انا وربيعي عفدنا في الحوض من الخوف وقاعدين ونسمع صوت الطلق طاق 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 قلنا خلاص متنا الحين نطلع نعترف ما نطلع نعترف نحن في الحوض الريال ونحن في الحوض شغل الدينمة مع الحوض الحوض قاعد يترس ونحن في الحوض وأنا قاعد أشوف أقول الحين أطلع أعترف أموت ما أموت سارق شو بسوي شوي يعني صاحبي قال لي كانوا تعبروا الحمام الحين تسويها في الحوض تروح الحمام شو نحن بنموت طلعوا ما بيسوي رقم واحد اثنين اثنين والزرع خرب الزرع خل الزرع أنا في الحوض مع الماي خربتوا له الزرع على الزرع والله لا بعده مسكر وأنا داخل بس الحين مسكر وأنا داخل وقاعد يترس والريال ورا قاعد يشتغل فشوية وأنا قاعد أشوف وأتخيل نفسي الحين بموت شهيد سارق ما أعرف أنت بتشوف بالحكم فأنا قاعد أشوف الموت وقاعد أشم ريحة من وراي فالموت هو أمامي والريحة من خلفي والحوض قاعد يترس فتسكرت فصديت له كذا قلت له أنت شو تسوي قال أنت قلت لي سوها في الحوض قلت له لا خلني أطلع أموت أحسن أموت شهيد ولا أموتني ولا أموت فطيس عرفت فوالله طلعت وطلعت بلغت عليه قلت له ترى عمي هذا سواه في الحوض قال لي تعال عمي انت وين هاي انت شو اللي دخلك هني فهذه اللوكل يعرفون ان احنا قبل يوم صغار كانت من الشقاوة ان ننقص في النخل يعني تروح على 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 مزرعة خاصة يعرفوا شلون أيوة المزرعة لا وكانت هي هاي يعني شوف مثلا الحين يعني يعرفوا هاي التفاصيل والجيل الجديد يعني بيفهم على هذه الامور يعني صار عم يروحوا انه يروح يجي لا ما عم لا حين لو قلت له ليش ما تسرق همبة بيقول لك اطلبها من طلبات ليش تسرق بابا عرفت يعني انا امس اسولف يا ولدي اقول له سيف يا متعه يا اقول له حبيبي الحين انت عمرك 10 سنوات بس مو بتسوي الحركات وتشرد من المدرسه قال لي شو يعني تشرد من المدرسه يا ما في ما بيهرب ما هرب ولا مره ما 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 في متعه ما في لون ما في طعم ما في ريحه انا قبل انا في اداره في المدرسه كان مكتوب اسمي موقع عليه من برا انا اسمي تاريخ ميلادي كل شيء احنا كنا كان عندنا صورتك محطوطه اي ثينك والله من زمان كان راعي مشاكل معناته من زمان لا من المدارس هذا مشكلة شيء من زمان من زمان من ايام المدارس انت شوف يقول لك كل بيت في هاي الطماطه الخايسه محسوبه احنا بنقول بلوعه العيله ها بنقول بلوعه العيله بلوعه العيله اي بلوعه العيله هن هيك بيحكوا في كل عيله في شخص هو هذا البلوعه هذا اوكي عجبني التشبيه فانا اكبر بلوعه كنت في العيله ابشرك يعني لا وساحب معاي ناس وايد في البلوعه لا عن جد انت كنت وصغير انت وصغير كنت الرفيق السيء يعني ولا في رفقات السيئين اللي هن اثروا عليك والله شوف احنا كنا بؤره فاسده يعني انا ما اعرف هل انا كنت اختار الناس السيئين لان كل ربعي كانوا مش اوكي وكل مثلا اروح بيت عمي اختار ولد عمي اللي مش اوكي اروح بيت خالي اختار ولد خالي اللي مش اوكي لانه يعني يتماشى معي تلم على حالك الناس اللي مش اوكي عشان نعمل دائما يلتم المتعوس على خايب الراقع عرفت وهذا هو شردات مدرسه مره زاخيني كاسر باص الجامعه مال باص احنا ننزل من الباص نتحدى منو يقدر يضرب الباص وهو يروح لين ما كسرت الجامعه حياة شواذ الطفوله كلها والله العظيم وياما ارجع من المدرسه متفسخ بدون ملابس نلعب تحدي سوبرمان من الباص وبلاوي عندي ومره فاصليني كنت كان عندنا تحدي ان منو يقدر يفجر احنا كنا في الفسحه ناخذ الكيس مال الساندويتش ونعبيه ماي ونرميه على الصبوره عشان الصبوره تخيس قبل ايام الطبشور كانت الصبوره ما تشتري الصبوره مش تروح على البيت لا تروح الحصه عليك فمحسوبك حبي ابتكر حط في الكيس بيبسي كمان هي وانا على فرت على الصبوره المدرس فتح الباب فالمدرس قاعد يشوفني سلو موشن وانا قاعد افر عرفت ف خلاص بعد انا يوم صغير اتوقع يعني اذا ما خاب ظني مفصول بس في الاعداديه يمكن مال 1022 بتحب اولادك يكونوا هيك لا لا اكيد ليش؟ والله ما لا شوف انا احب الولد الفوضوي صراحه حتى يوم امهم تقول لي عيالك فوضويين وهذا خبر قصة عن سالم في المدرسة. سالم عندي ولدي شعره شوية طويل، يحب الشعر الطويل والستايل وشي. طبعا أنا من يوم صغير قاعد استغله وصوره وكذا. فمرة في واحد عنده في الصف دائما يقول له بنيو، بنيو يعني بنت لأن شعره طويل.
فزقروني المدرسة قالوا لي ولدك ضارب ولد وضاربنا بالتري، تري حديد، تري اللي هو مال الأكل الصينية، الصينية حديد ضارب الولد. فجيت المدرسة شو صاير شو ما صاير وكذا كذا كذا، قلت حق سالم زين ليش ما بلغت؟ قال أنا بلغت ويب مدرس الرياضة. قلنا مدرس الرياضة، قلت له بلغك؟ قال لي الولد هذا أصلا فوضوي ودائما يسب الأطفال ودائما عنده مشاكل، وخبرنا الإدارة 100 مرة ما منه فايدة. أنا بعدني ما أعرف شو الموضوع. قلت له زين سالم يعني، وهم طبعا أنت عارف المدارس الخاصة وضربها بالتري والتري كان ستيل والولد كان بيموت. قلت له زين شو مسوي؟ قال يقول لي بنيو، بنيو عندنا عيب. فقلت له قال لك بنيو؟ قال لي هي. زين حبيبي المفروض تخبر. قلت له أنا ممكن أقعد مع الولد بروحي؟ قالوا لي أوكي. مع الولد الثاني يعني. مع ولدي. مع ولدي. مع ولدي. يعني عزم علمك الغلط. دخلت في غرفة قلت له قال لك بنيو؟ قال لي. قلت له ضربته بالصيني؟ قال لي ريال. ستاربكس على حسابي. بتشجعوا يعني. لو أنت جاي من باكراوند يعني. يعني واحد يقول لك بنيو وأنت ريال صعبة يعني شوية بعد، عرفت؟ فهني انطلق الولد قال تخيل ابوي يقول لي كذا. قلت له وانت؟ قال ولعنه. قلت له ريا. قال رشيت عيال. قلت له عيال ماكدونالدز فيها اليوم. ده بعد اقول له ما بيأسي، ما بيأسي الشخص يعني. انت مثلا عشت طفوله شقيه بس ما شاء الله عليك هلا بزنس ما الحمد لله. الحمد لله. بينما جيل جديد ما عنده هي القصص. لا انا احس اليوم انت يعني تقدر تكون في الوسط يعني، ما تقدر تخليه مثل يعني الشقاوة اللي احنا كنا فيها. لان قبل نحن حتى لو كان كنت شو ما كانت المصيبة تروح مركز الشرطة يا ابوك خلاص ما عليه شلة، الحين القوانين تغيرت. صح صح تغيرت طيب. القوانين طبعا. قبل الحين انت مثلا قبل انت صافع واحد كف تي عند المدرس تعال سلم عليه سلم عليه يلا يلا انت اخوان روح ذا هلا بصير محكمة وقضية وفيها غرامة وفيها سجن وفيها بلاء وفيها احداث. الدنيا كلها اختلفت. اختلف الوضع. اختلف تماما. فما عادت الأول. بس أنا اليوم نفس الوقت أبا ولدي صراحة ما يسكت عن حقه يعني. سوري اليوم أنا ما أبا واحد يسب ولدي ولدي يسكت بدافع أنه والله أول شيء لازم يقوم بالخطوات المفروض الصح. إذا هو يقول أنا خبرت مدرس الرياضة كم مرة وخبرت الإدارة كم مرة والإدارة عنده مشكلة مع الولد هذا، يأخذ حقه بإيده. بده يضطر يعني لو ما يعني أخذ له حقه بده. إذا اليوم انا يعني هاي وجهة نظري يعني كل اب حر، انا هذه تربيتي وشخصيتي تمثلني انا. اليوم انا اشوف اذا ولدي ما اخذ حقه بايده كان كل المدرسه بتزقره بنيه. صح انا هاي وجهة نظر لانه بلغ مره ومرتين لازم ياخذ حقه بايده. من هو مدرس الرياضه حتى قال يبو مدرس البي اي، يابو مدرس البي اي، قال له مدرس الرياضه قال انا يقول له سير انا كم مره خبرتك؟ قال انت خبرتني وايد وانا خبرت الاداره وايد وما حدا عمل شيء. بس ما استمر الولد يبون ولي امره ومشتكين عليه كم مره وما في فايده. الولد لسانه وسخ، يسب الناس، يسب البنات، يضحك على البنات، يعيب على اشكالهم، يعيب على المتينه. هو اصلا هيز متنمر مع العالم كلهم. فهي عند ولدي وقف عند حده. اختلاف رهيب ما بين جيلنا والاجيال الجديده بصراحه يعني. يعني تطور الانترنت والكمبيوتر غير النظريه بالكامل بانك انت كيف تدرب اليوم. عن جد مثل ما قلت انت، الولد صار بيقدر يطلب اي شيء بده اياه من التابلت. نحن كنا لحتى نحصل على شيء بجوز اياما ناخذ سنه وسنتين وثلاثه لحتى نشتري جيتار او نشتري قطعه موسيقيه. سنتين هذا فيها مصروف وفيها عيديه وفيها تجميع تنصمدهم. هلا بخايف بامكانهم انه يحصلوا على اي شيء بدهم اياه عن طريق الانترنت. الحين اصلا الزمن حتى تغير، حتى الفاليوم الفلوس تغير. احنا قبل سالم بالعيديه ماله شاري ايباد تماما يعني كم هاي 1000 شوي. انا قبل لو احصل 1000 شوي افكر تصير غني انت، افكر شو احكم من الجزر بالزبط. افكر عرفت يعني تفكير 1000 درهم يا ريال تفكر باستثمارات. تمر شيء تقول كم بنايه لازم اشتري 1000 درهم كم برج تي باليوم عرفت. ف 1000 درهم عادي عندهم صارت الفلوس ما صار لها حتى قيمه. صح والله. بعد حتى احنا قبل كان الفلوس لها قيمه وايد يعني. تخيل انت يعني احنا بدرهم كنا انا وعيال عمي اثنين نروح السوبر ماركت ناخذ اثنين ايس كريم واثنين شيبس واثنين عصير بدرهم. حالة ما تشتري مي؟ لا لا، ايام هناك ما كان في كاميرات. واحد يكون صريح يعني. الحين كله كاميرات، شوف ما في فلوس. انت بس تدفع الدرهم يعني. انا ادفع الدرهم صراحه بس اقول شاريه بستة درهم. ما كان في كاميرات، الحين كل شيء ما صار له. انت تسرون سرقه، انت مش تشتريه. ايام قبل كان هذا هو الاكشن.
عزت. الحين أشوف حتى قبل كانت الضرابة فيزيكال، تعال ورا المدرسة إيه بأخوك العود تعال، الحين سوي له بلوك سوي له بلوك وسويت له أنفلو فلان خلي يولي سويت له أنفلو يا رجل يا رجل أنت قبل هو تدخل عينك طايحة جديد ولا ما في فايدة الانتقام تبعك تعمل له أنفلو خلاص إيه سويت له سويت له بلوك وخلاص يا رجل نحن كبرنا أولا نحن كبرنا هيك عم نشوف هدول القصص شوف نحن كبرنا هذا واحد بس بس صراحة جيلنا نحن جيلنا عاصر كل شيء الحمد لله شفنا التطور. أنت إيش المواليد تبعك؟ أنا 81 فأنت من الثمانينات يعني إيه؟ فأنت بتعرف الكاسيت للسي دي للدي في دي لليو اس بي وجيل الثمانينات هذا القلم الجيل كنا نعيد بالقلم مرات صح وننسخ تويوتا كامري تويوتا كامري والكاسيت مع تويوتا كامري وإذا ويوم نزل المسجل أبو كاسيتين إذا عندك كاسيت حلو أسجل منه كله كله تزبط كاسيت هيك تحط أغاني رومانس البلك مال السيجا نحطه في الفريزر عشان يبرد يرتاح شوي شو هي البلك مال السيجا الكيبل مال السيجا سيجا والسوني تدرجات ايام تعقد لحقت على الكمبيوتر صخر انا بس على صخر 170 ولا انا على صخر كنت يعني بعد ما استخدمت الكمبيوتر بس لحقت عليه شفته تماما احنا جيل الفاميلي طلع الفاميلي سوني وماريو ماريو كان حياه حياه غير اي والله الحين زايد ولدي عمره 7 سنوات يقول لي ابي اعطني $20 ليش بابا انت عايش في نيويورك $20 في بضبي شو بسوي فيها قال بشتري جاكيت طالع مع ربعي جاذرينج لان في لعبه اسمها رول بلوكس موجوده الحين عند الاطفال عايشين حياتهم داخل عايشين وربع وجاذرينج وطلعه وسيره ورده وشباب وتمشيه واصدقائي واليوم اليوم عندنا باربيكيو في الرول بلوكس واليوم رايحين وكله في فيرتشوال طيب يمكن انت ما بيطلع من البيت يعني ما يطلع عندك يمكن ستاند اب كوميدي عندك هاي الهوايه يمكن لانه انت معاشر هدول القصص يعني في عندك قصص وروايات عم تحكيها شوف. بس اليوم شو بده يحكي الستاند اب كوميديان هلا الجديد بفترض بعد 10 سنين احنا كلنا نتفق ان الابداع يطلع من رحم المعاناه اليوم انت اذا ما شفت الجيل وما عاشرت وما عرفت قيمة النص درهم وما عرفت لحقت على في تفاصيل لحقت على شيء اسمه خمسلي في الإمارات خمسلي إيه أوكي خمس السيارة لا مش السيارة هذا قبل يوم نأخذ لبن مثلج ولا الأهلن مثلج اللي هو العصير أريج ومثلج خمسلي يعني خليلي آخر 5 لحسات لا احنا نشير معهم هي تشيرها معهم 50 لا 50 صعبه 50 يعني تبغي نص لا لا خمس لي هذا اذا واحد اخر 5 لحسات فقط اخر 5 لحسات طبعا يعطيك هو الاهلا هو اصلا عباره نفس الفيمتو مثلج يعطيك اياها مش بيضه ابيض عن تاريخك ما فيها عصير ميته بس بعد هذا الموجود مشي نفسك بس انه منكهه يعني هيك قبل يا ريال اللبان هالباطوق قصلي ولا في أمراض ولا شيء الحين تحصل عيالنا عنده حساسية من الفراولة أقول الفراولة أنا كنت بس أشوفها في التلفزيون أنت عندك حساسية منها ليش بس هي التفاصيل شايف هي التفاصيل عمل لك هي قصص إيه من نضحك عليها عشرتها هلا هنا عم يتحبوا على شغلات تانية عنده بالإنترنت بها الفيرتشول بيصير معهم نكتهم بيصير معهم قصصهم في قصص بتضحك إحنا ما كبرنا بس الجيل اختلف بالنهاية يعني الجيل اختلف جيلنا اختلف بس بعد المعاناة كانت حلوة انت بس اذا صار عمرك 60-70 سنة بتضل بتعمل ستاند اب كوميدي برايك والله شوف انا ولا هي بتحسها جيل لك انت لا 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 انا شوف في الامارات الى الان ما بدا الستاند اب كوميدي فعليا في ستاند اب كوميديانز رائعين بس جدا في شباب بدبي عم يعملوا اماراتيين جدا عم يعملوا ستاند اب كوميدي بيفلج انا مره رحت حضرت لهم واحد عربي انجليزي عربي بيفلج أوكي. بيفلج كان بصراحه كتير 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 أنا شكرهم مثل ما قال لك والله بغض النظر اليوم نحن نبغي ستاند اب كوميدي حقيقي أنا أبغي يوم يستوي مهرجان دبي للكوميديا أشوف مواطنين يوم يستوي لاف أبو ظبي أشوف مواطنين هذا اللي أتمناه تمام ما أتمنى اليوم أنا مهرجان مثلا دبي للكوميديا حصل 10 من برا واللي يقدم ممكن يكون إماراتي الأمسي تمام ليش امسي اماراتي انا عندي مواهب وعندي طاقات شابه ليش ما تطلع على المسرح لان فعلا حقيقيا ما مش موجود تمام انا اقول لك انت اليوم لازم تجتهد يعني نادي الامارات الكوميديا صرفت عليه 3 سنوات هل الحكومه عم تساعدك بهذا الموضوع الحكومه ما عندها مشكله وجاهزه ان تساعد وعندي توصيه خاصه من وزيرتنا نوره الكعبي ستريت فورورد
قالت نحن ما عندنا مشكلة ندعمكم صريحة. أنا مواهب ما عندي لأن الناس ما قاعدة تؤمن إن في ستاند أب كوميدي. يعني أنا أقول لك هذه. تلاقي أشخاص. نعم أنت الحين تبى تطلع أشخاص عندك عشان تطلعهم على ستاند أب كوميدي ما في هذه المواهب والكل يطلع يعني عارف. للأسف اليوم نحن تعرف يعني عندنا أنا دائما أقول نحن شعبنا ما شاء الله في تكسير المياديف والتحبيط كأس العالم ماخذين. فأنت تيجي ستاند أب كوميدي ها؟ كمجتمع يعني. إيه أنت تيجي كستاند أب كوميدي قاعد تقدم ستاند أب كوميدي واللي الكل قاعد يطالع كأنهم لجنة وهم يتحدونك إنهم ما يضحكون. ليش؟ أنت إيه تضحك أضحك. تمام. لا هو قاعد بس ما يبي يضحك يبي يراويك إنك أنت ما تضحك. ليش؟ تبركي ما عم تضحكوا كنت. ليش شاري تذكرة؟ ما يستوي إن كل موجودين تسعة ما يضحكون. بس في أشخاص يعني. في ناس نفسية كذي. فهذا الناس هذول العالم طلع فيك هيك إنه خلاص. لا هذا لا هذا هذا يكون بالنسبة لي مادة دسمة أنا. هذا اللي جاي ومنفس وما يتنمر عليه بتصير. هذا اشتغل عليه الشو كامل والله العظيم اسوي عليه لازم الشو كامل عليه لان انت ليش جاي ستاند اب كوميدي؟ انا اليوم دافع فلوس عشان اروح اضحك اروح اضحك انا مش رايح اقيمه انا اصلا في لجنه قيمه اذا فينا اذا انا بروح اقيمه ويضحك ولا لا يا اخي اروح كلجنه ما اروح كمتفرج وشاري تذكره عنجد هو لو اصلا ما يضحك ما كان باع تذاكر صح هو ما دام باع تذاكر يعني انا مسويت في كتاب كافيه المكان كان يشل تقريبا 55 كنت افول القاعه وعندي ناس واقفين برا واقفين برا الجامات فانا مفول تمام صح انه 55 رقم بسيط بس انا مفول بس ما انت تقيمني ما دام انا فولت معناته في ناس قاعده تشوفني وقلنا وعدنا العرض سوينا الاول مره حصلنا وايد كومنت وايد ناس تبى تحضر عشان نكفي بس ونسكر الكومنتات ان الناس ما حضرته عدنا العرض سبع مرات فالعالم حتى برا مبسوطين ومروقين والجو حلو لانه هي بالنهايه العالم تدفع مصاري مشان تنبسط طلبوا العرض سبع مرات لين ما احنا بعدين قلنا خلاص لازم نحصل مسرح اكبر تمام ليش انا اعرض سبع مرات واقدر اعرض مره لمثلا ل 500 اعرض مره واحده ل 500 فخذ مني جهد كبير ستاند اب كوميدي وخذ مني طاقه وخذ مني صراحه ماده تعبت فيومياني الدعم جزاها الله خير وزيرتنا نورة الكعبي ما صراحه ما عندي اللي يعني ما عندي خلنا نقول الكادر اللي اقولها هذا الكادر اللي يستحق الدعم ما كان عندي كادر ما عندي المواهب القويه اللي اقدر اوقفهم على المسرح تمام فارهقني ان شاء الله انا اتوقع لازم تكون في بدايه حقيقيه لازم يكون واتمنى ان يسمعوني لازم يكون عندنا مهرجان ستاند اب كوميدي اماراتي يختص بالستاند اب كوميدي انت؟ اماراتي ليش ما انت بتشتغل عليه ما انا هذا اللي سويته في سنوات وتعبت اليوم الستاند اب كوميدي هو هوايه مثل المسرح اليوم المسرح لناسه ولا مرتادينه ولا محبينه شغل المسرح على قولتكم بالشامي مش جايب همه ترى يعني انت طبعا تشتغل ما عاد حدا راح يحضر مسرح هلا خلاص للاسف طبعا بس انه ما عاد حدا بيحب المسرح بالضبط. بس الستاند اب كوميدي يعني كل ماله عم يكبر اكثر واكثر بالوطن العربي بس انت اليوم ك ك ك خلينا نقول ك كبدايه كم بتبيع التذكره لو كنت اقوى ستاند اب كوميدي في الامارات ما بتطوف حتى ال 200 درهم طبعا ايه حلو أكيد. هذه 200 درهم انت اذا بتحجز قاعه وتحسبها يطلع لك كوست 30 40 الف انت ما تدخل منهم حتى 20 الف فيعني بالسوري ما بتجيب همه ولكن ليش لا في ظل وجود سبونسرز وداعمين حقيقيين تمام والداعمين مش قاعد ينتظر منك رده فعل ماديه او رده يعني ما يترى مردود مادي يترى منك انك انت قاعد تنشر ثقافه وقاعد هو يكون معاك من المؤسسين لهذا الفن في الامارات ممكن تماما ليش لا تماما كانوا عن جد thank you so much لهالconversation الحلوة إن شاء الله هيك تكون انبسطت معنا والله أنا مبسوط أنا مبسوط إن شاء الله دائما نكون يا بعض وبالعكس والله استأنسنا وفرفشنا ودردشنا مو مجامل يعني لا والله لا أنا ما أعرف أنا جامل يعني أنا لو جامل كان أموري طيبة والله أنا هاي مشكلتي ها ودني ورا الشمس هو جايب لي الخير وهو لا وهو شال عني الخير بنفس الوقت والله شو الخير اللي جايب لك يا انه موهبه يعني وهيك ولا الحمد لله الموهبه فضل من الله اليوم عندي اربع شركات فضل من الله سبحانه وتعالى يعني مرتاحين شركه وانت عم تشيلهم كلهم كماركتينج اكيد مع الناس الموجودين اليوم الحلو حتى في السوشيال ميديا وهذا الشيء يعني لازم يشيد فينا الاغلب متعاونين عندنا احنا في دوله الامارات لاني انا مثلا فتحت مغسله سيارات يعني ما في مشهور ما يعني ما في اتفاجات يعني حبيب غلوم يعني مشاهير على مستوى يعني انا حتى الحملات اللي اسويها حصل دعم من الناس انا استغرب يعني
واحدة من الناس طبعا أوجه لها التحية لوجين عمران كانت تدعمني في كل حملة ولا درهم تأخذ مني لوجين. تمام. وكثير أريام الفنان محمد المزروعي وأحمد الجسمي حبيب غلوم أسامي كبيرة منذر المزكي مروان عبد الله أسامي كبيرة كانوا يدعموني مجانا. فهذا الجميل اللي يفتح مشروع الكل قاعد يدعمه فهذا ينجحنا كلنا. تمام. Thank you so much حبيبي. Welcome so much. وأنتم مشكورين على الاستضافة. Thank you. على خير وبيض الله وجوهكم ونشوفكم على خير إن شاء الله.